مقبرة الأصلابيخات صباح اليوم جثمان الفقيد الدكتور عبد الرحمن الصميط الذي قضى نحبه يوم أمس. جموع غفيرة من المشيعين من داخل الكويت وخارجها جاءوا لأداء واجب العزاء في المقبرة، من بينهم العديد من الشخصيات التي عاصرته في مشواره الخيري. بعد صراع طويل خلال الفترة الماضية مع المرض، فارق الداعية الدكتور عبد الرحمن الصميط الحياة عن عمر يناهز 66 عاما، قضى معظمها في مجال الخير ومساعدة المحتاجين والفقراء في دول إفريقية عدة وأخرى آسيوية. وقد اكتظت مقبرة الصليبيخات بآلاف مؤلفة من المشيعين والمعزيين الذين حضروا من داخل الكويت وخارجها، وقد بدت على وجوههم علامات الحزن على فراق رمز من رموز العمل الخيري الكويتي وخاصة في القارة السمراء، حتى كان آخر إنجازاته تسجيل جامعة الأمة في كينيا وهي أول جامعة للمسلمين هناك. ما نراه الآن من هذا الجمع الغفير من أهل الكويت ومن سائر البلاد الذين أتوا عندما سمعوا بوفاته رحمه الله دليل أولا على حب الناس للدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله وما قدم رحمه الله من يعني خير كبير وعطاء وبذل وتضحية ليس في الكويت وحدها وفي العالم الإسلامي بصفة عامة. من خلال مشاهداتي في أفريقيا أجزم، وإذا حلفت لن أحنث، أن ما قدمه أبو صهيب أكثر مما قدمته دول، فإنجازاته في أفريقيا تتحدث عنه. في الأسبوع الماضي تم تسجيل جامعة الأمة في كينيا وهي الجامعة الأولى للمسلمين في كينيا من أصل 37 جامعة. هذه الجامعة فيها 5 كليات: كلية الطب والهندسة والأعمال و التقنية المعلومات والدراسات الإسلامية والعربية. دكتور عبد الرحمن الصميط لعب دورا كبيرا جدا في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فلقد كان سفيرا للأمة الإسلامية في كل دول العالم وخاصة في دولة أفريقيا. على يد الفقيد أسلم أكثر من 11 مليون أفريقي. انخراط الصميط في العمل الخيري جاء وليدا من إحساسه بالقدرة على البذل والعطاء في هذا المجال، وبسؤاله لمن هم أكبر منه سنا آنذاك، حيث بدأ انطلاقته وهو في سن 34 بعد أن أنهى دراسته الجامعية كطبيب متخصص في الأمراض الباطنية، لكنه آثر الولوج في العمل الخيري على مزاولة مهنة الطب، وقد استحدث المغفور له فكرة العمل الخيري المتخصص في المناطق الفقيرة والنائية، وأسلم على يديه أكثر من 11 مليون شخص. وكان منذ أن تخرج من الكلية الطب ومن تخصص وينشد أن يكون في عمل الخير، وقد كانت لي معه لقاء في أول ما بدأ بالعمل، أن يطلب مني أن أدل على الطريق بالنسبة لكيف يتصل بأهل الخير ويعمل الخير. 35 سنة كانت بداية الانطلاقة لما جاءه تبرع من الشيخة أم علي جابر الأحمد الجابر الصباح حفظها الله وبارك في عمرها، ولها مشاريع خيرية كثيرة. تبرعت بقيمة 20,000 دينار كويتي لمجموعة من العاملين في العمل الخيري في بداياتهم، منهم الدكتور عبد الرحمن الصميط. دكتور صميط من أول من استحدث فكرة العمل الخيري المتخصص في على المستوى الجغرافي، فتخصص جهده أولا إلى لجنة مسلمي ملاوي، ثم جمعية مسلمي أفريقيا، ثم جمعية العون المباشر. دكتور عبد الرحمن الصميط من أوائل من استحدث فكرة الاستقطاعات الشهرية لصالح اليتيم. انتشار الأطفال من الفقر وعلاج المريض من المرض وبناء المستشفيات والمنازل والمدارس بالإضافة إلى حفر الآبار، جميعها أعمال عرفت طريقها إلى المحتاجين لها في مناطق ضمن قارة إفريقيا مثل مالاوي والنيجر والكونغو وأيضا إلى السنغال. لا نعزي الكويت وإنما نهنئها، والكويت ولادة بمثل هذه الشخصيات الطيبة الصالحة المؤمنة
الخيرة التي تعمل لوجه الله سبحانه وتعالى وتعمل لانتشال الفقير من فقره واليتيم من يتمه والمريض من مرضه، وتنشئ إن شاء الله المستشفيات، تنشئ إن شاء الله المساجد وتحفر آبار. وضع أرضية للعمل الخيري الميداني، وضع أرضية لمؤسسة لها الاستدامة ليصل إلى من يحتاج، ووصل المعطي بالمحتاج، ووصلها في أسلوب علمي راقي سيستمر إن شاء الله. تفرغ سميط للدعوة والعمل الخيري منذ صغر سنه وحتى بلوغه منتهى عمره جعل منه سفيرا للعطاء في كل البلدان المحتاجة. ندعو له إن شاء الله بالجنة وفقيد الكويت، والله يغفر له إن شاء الله وعمله إن شاء الله قدامه. تعجز كل الكلمات عن الدكتور عبد الرحمن سميط، هذا النموذج طاهر من الشباب يطلع عليه، هذا اللي نقدر نقوله. كل ما صادف مسيرة الدكتور الفقيد عبد الرحمن سميط من عواقب وموانع لم تحبط من عزيمته في متابعة مشواره الدعوي الخيري، حتى لقب بخادم فقراء إفريقيا من بين ألقاب كثيرة سمي بها ستبقى محفورة في ذاكرة الكويت. مسيرة حافلة من العمل الخيري وسفيرا له بين الكويت وأفريقيا، الشيخ الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله. من مقبرة الصليبخات، خالد الفارس، قناة اليوم.